عليكم، هل تنقصكم السعادة؟ إذن حان الوقت للسفر. عندما نسافر نفتح صفحة جديدة في كتاب حياتنا. أي دولة ستختارون؟ من صميم قلبي أنصحكم بزيارة أوكرانيا. ليس مثيل لها في العالم، كل شيء هنا مميز. قد تقولون ولكن أوكرانيا باردة في فصل الشتاء. لا تخافوا، لدى الشعب الأوكراني قلوب دافئة، وسنشارككم هذا الدفء بكل سرور.